وكل سعادة. اسمحوا لي واسمعوا لي أيضا أن أرحب بلجنة التحكيم الجميل جدا، الخلق العالي، الروح الحلوة. كيف ما تكون روحه حلوة، هو يمثل أهل الكويت أبو وليد خالد العجيرب. يا هلا وسهلا يا حبيبي، أنت الحلا كله والزين كله. والله أمسي عليك وعلى متابعين قناة الواقع الفضائية في تحديدا برنامج سكريبت. وفعلا يعني أنا كان في بالي أني أقول هالكلام الحلو اللي أنت قلته، رقم جميل ومتفاعلين الناس. وطبعا كل مجموعة لهم محب عندنا هني، وكثيرين من الناس ازعلوا على سعود وازعلوا على اللي قبل سعود. احنا كلنا ترى لا يهون علينا لا سعود ولا اللي قبله، أمانة كلهم واحد عندنا، وأنا سعيد جدا وكل يوم قاعد استانس. الله يرضى عليك أبو وليد، الحمد لله على السلامة ويا هلا وسهلا. اللون الأحمر معروف أنه من أجمل الألوان اللي تلفت النظر، وما يلبسها إلا الشخص الجميل، لأنه ما يركب عليه، يعني ما يركب عليه شخص. أنا من الأشخاص اللي أحاول ألبس لون أحمر أطلع سيء جدا، لكن مجبور على الشماغ الأحمر. لكن هو جميل خلق وجميل عطاء وابتسامه، وتحس الدنيا مره بخير اذا قابلته. وهي الدنيا بخير فعلا، لان يتعامل مع الدنيا على انها بخير بتصير لها بخير. ابن ام الدنيا على مرسي ابو محمد. حبيبي حبيبي، اولا شرف لي انا، وتقدمتك العظيمه ديت يعني بتديني خجل، واستحي انه ارد، يعني مش هعرف ارد غير ان انا اقول لك يعني عاجز عن الشكر ليك. وايضا انا في قمه سعادتي ان كل لقاء بيحصل في البرنامج بزداد فرحه كطفل، يعني بيجي لي احساس ان عايز العب وعايز انتشي، وبزداد ارتباط بالقناه وبالبرنامج وبالشباب كمان اللي موجودين. حاسس ان انا عارفهم من سنين، حاسس ان انا بيني وبينهم اتصال، فانا سعيد جدا. السلام بحضنهم بصدق، وحاسس ان انا وحشوني يعني. ف وانا يعني انا مش عارف، انا موقفي حرج ان ابقى في لجنه تقييم وهذا الحب اللي جوايا ليهم هعمل ايه معاهم، مش عارف بالامانه. اكيد بس التيشيرت مسوي جو. التيشيرت بقى ده له حكايه. ايوه انا شايفه التيشيرت. وين انت شايفه قبل كده؟ ده من زمان شايفه. انا لابسه الفنان المرحوم نور الشريف. فيلم الصعاليك. ايوه انا جبته منه. جبته منه. هو تيشيرت قديم فعلا، هديه سبعيناتي، هديه من الاستاذ نور الشريف. بس ايام ما كان هو رفيع يعني كده. بس هو على فكره بيقلب اخضر بالليل. انا عارف ابو وليد الغتره نسويها كذي الكاب اول مره. ستايل ستايل. لا 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 هذا حسد يا ابو وليد. انا دايما بعمل كده عشان ابين الشعر الاسود. هذا ستايل. بس التيشيرت يا ابو وليد تتوقع يخلص العرض ويرجع المحل؟ اي لا حيرجع لانه حاطه داخل. انا بص انا مخبي البتاع اللي السعر اطلعه. الترجيع 3 ايام والاستبدال اسبوع قدام. معك وقت. هو مديني هو بس فتره البرنامج النهارده. جميل. يعني هو واقف بره مستنيني. حياكم الله. عندي نقطه ابغى ارجع عليها قبل ان ننطلق في عرضنا اليوم، واللي موعودين باذن الله من هالنجوم والشباب بعرض جميل جدا. ايش سالفه 5% تقييما يا